يونس كان ماشي متضايق، وهو في الطريق للدخول للمحاضرة قابل أخته ذات ومعها جارتهم فاطمة. فاطمة دي بقى تعتبر أخت يونس وذات، دايما مع بعض. إيه ده القرشانات الاتنين هنا بتهببوا إيه هنا يا بلاوي؟ يعني هنكون بنهبب إيه؟ جايين ناكل. تاكلوا وإيه الألوانات اللي انتوا لابسينها دي بقى؟ هو انتوا فاكرين نفسكم في عرض أزياء ولا إيه؟ ايه يا عمنا، ما تبقاش قفوش كده، بنرفع على نفسنا يا راجل. يونس اعزمني على الاكل. وانا كمان يا يونس. امشي هزفت منك ليها. ايه خلفتكم ونسيتكم على مفلسة؟ على فكرة بقى انت بخيل جدا. بتنتي طب والله لأقول لأمك. ايه نسيتي اخر مرة لما ضربتك بالشبشب على قفاكي وقالتلك ما تكلميش يونس بيه كده؟ يا اخويا عامل لنا فيها كبير بقى. كبير غصب عنك، احترميني يا بت. بس يا فاطمة، ها بقى يا يونس هتعزمني على ايه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ فين مصروفك؟ ها؟ هو ايه اللي ها؟ فين مصروفك؟ بصراحة كلت بيه. يا مفجوعة. طب خليك طيب بقى واعزمنا يا عم. مش هعزمك، ويلا على محاضرتك انت وهي. يا ظالم. امشي يا بت من هنا. يا قاسي يا مفتري. امشي يا بت يا قزعة انت كمان. مجانين في نعيم والله. ذات وفاطمة مشيوا، ويونس قاعد في المدرج طبعا منتظر المحاضرة، ودخل ياسين ومعاه بنتين وبيضحك معاهم ومهي ياسين وقال: ايه ده؟ ايه يا شبح؟ ازيك يا يونس؟ كويس الحمد لله. يخرب بيت بوز امك. طيب روحوا انتوا بقى يا بنات، انا هشوف صاحبي كده. وراح وقعد جنب يونس وفي اول المدرج، وطبعا دي مش عوايده. على فكره بقى انا مش صاحبك ولا زفت، ونخلص بس البروجكت ده وكل واحد يروح في طريقه. ايه يا عم وفيه ايه يعني لما نكون صحاب؟ بقولك ايه، انا ملاحظ انك متوحد في نفسك كده. ايه متوحد دي؟ مش قصدي متوحد، اقصد انك كئيب يعني. وهو لازم اكون بتاع بنات وخاربها عشان اكون فرفوش؟ على فكره حرام اللي بتعملوه ده وهتتحاسبوا عليه. يا عم بقى قرفتنا. ونروح بقى على خارج المدرج، كان يزن بيشرب سيجارة وهو واقف على جنب، ومشيت قدامه واحدة وعكسها وقال: عاكس الوحشة تلاقي الحلوة يا شبح انت. وبعدها على طول واحدة قصيرة وقال: بس هو ده الكلام، حلاوتك يا قصير. البنت بصت له وقالت: يا قليل الأدب يا حيوان، اتلم كمان بتشتمي. طب على فكرة بقى انت مش قمر ولا حاجة، انا قلت بس اكبر بخاطرك. يلا مالكيش في الطيب نصيب. مشيت البنت وهو خلص السيجارة وراح على المحاضرة، واول ما دخل اتصدم منها الدكتورة، ويزن قال: ايه ده، دي طلعت الدكتورة. انت بتعمل ايه حيواني قليل الادب انت هنا؟ جاي احضر المحاضرة يعني؟ هيكون بعمل ايه برا؟ ما تحضرش محاضراتي من هنا لاخر السنة، يلا اطلع برا يا سافل. ليه يعني؟ وانا كنت عملت ايه؟ بلاش افار على الطلاب يا دكتور. ابقى خلي جبر الخواطر ينفعك. يلا برا. طب بصي انا فهمك، انا ليا اخ توأم وصايع قوي، هو اكيد ضايقك عشان هو قليل الادب ومش متربي، بس انا متربي. اطلع برا بدل ما سقطك في مادتي. برا. ايه ده، خارج اهو، ما تزقيش يا حاجة. خرج يزن ويونس متابع اللي حصل وساكت خالص، والمحاضرة خلصت ويونس اخد كتبه وخرج. يونس يا يونس اقف بس يا عم. ايه بقى عايز مني ايه؟ مش في زفت بروجكت هنشتغل عليه؟ اوف. طب نتقابل في الكافيتيريا. ماشي هروح اشوف الواد يزن فين. هتلاقيه صايع في اي مكان كالعادة يعني. يونس كان قاعد في الكافيتيريا، ودخلت بنت جميلة جدا وهو يعرفها كويس. يونس سرحان في البنت، ويزن وياسين قعدوا معاه على نفس الترابيزة، بس هو مش حاسس بيهم. ويزن قال لي ياسين: ايه ده بقى، ماله ده متنح كده ليه؟ وياسين شاور على البنت اللي قاعدة مع صاحبتها: بص هناك كده وانت تعرف. يزن صفر وقال: ايه ده، بطل قوي البنت دي، دي جامدة يا عم قوي. ياسين حط ايده على بق يزن وقال: اسكت يا خرب بيتك، غبي قوي هيقلب علينا. يقلب ايه،
هو انت فكر البت دي عمرها ما هتبصله؟ انت مش شايف شكله عامل ازاي بنضارته دي؟ Yes, that's the point. هي دي النقطة. يعني ايه مش فاهم؟ طب اسكت يا شبح انت وانا هعرف اتصرف. لو اللي في دماغك ده نفس اللي في دماغي يبقى بتحلم. يا عم اسكت انت مالك، انا هعرف اظبط الدنيا. يونس اخيرا انتبه لهم وبص لهم وعدى نضارته وقال هو انتوا هنا من امتى؟ احنا هنا من زمان، بس مش تقولي يا اسطى انك واقع، كنت ساعدتك. يونس وشه حمر قوي. واقع؟ واقع ايه يعني؟ قصدك ايه مش فاهم؟ بس 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 اهدى كده يا معلم، احنا بنتكلم على البطل اللي ورا. يعني ايه بطل دي؟ مش فاهم برضو. ياسين لو بقه ويزن. بقولك يا معلم الواد ده ابيض. وياسين بتمثيل بيفكرني بنفسي قوي وانا في حضانه. ياه ليه يا زمن ما تسيبناش ابرياء. يوه انا مش فاهم اي حاجه. وبعدين وطوا صوتكوا بقى، انتوا بتضحكوا كده بصوت عالي جدا وده سلوك مش محترم. يا ابني فك على نفسك شويه. بقولك ايه، احنا هنعمل معاك ديل قشطه. لا مش موافق. الله ايه الواد ده يا عم، مش لما تسمع الاول تقرر توافق ولا لا؟ في ايه بقى؟ اوف طب قول ارغي صدعني. بص بقى البت دي عمرها ما هتبص لك يا اسطى. يونس فتح بقه وعينه بصدمه. ايه بت مين؟ البطل اللي كانت قاعده هنا من شويه، عينك كانت طالعه عليها. بصراحه البت جامده قوي. يوه احترم نفسك يا جدع انت، ما تقولش عليها كده عيب. الحق يا دي ياسين ده بيغير عليها يا عم. انا لا مش بغير على حد خالص، كلها اوهام في دماغك، مفيش حاجه بينا اصلا. طبعا يا اسطى مفيش حاجه بينكم. معلش يا يونس مش تقليل منك يا عم، بس انت مش شايف نفسك وشايف البت. البت دي عايزه واحد مخلص روش في نفسه، يعني بعيد عنك خالص. لا الشكل مش كل حاجه على فكره. الكلام ده كان زمان، دلوقتي الشكل كل حاجه وهو اهم حاجه يا معلم. ركز معانا بقى، انا ويزن هنساعدك انك توقع البت دي، مع اني مش عارف هنعملها ازاي. دي يا ابني انت محتاج ساحر، بس هنعملها امرنا لله، وده بقى مقابل انك تفتح مخك معانا. يعني يا باشا تساعدنا ونساعدك. انا مش محتاج مساعده منكم ومش هعمل البروجكت لوحدي. خلاص يا معلم البت دي عمرها ما هتبصلك من غيرنا، انت حر. بس لو فتحت مخك معانا احنا كمان هنفتح مخنا معاك وهنفع واستنفع. يونس وقف ولم حاجته وقال انا ماشي، واللي بتعملوه ده مرفوض، مش انا اللي اقبل ان حد يستغلني ابدا. براحتك، اصلا يا شبح البت مش شايفاك، انت شفاف، لكن معانا هي اللي هتجري وراك. يونس سابهم ومشي، ويزن قال الحق يا عم ده مشي بجد. يا عم سيبه يدور الموضوع في دماغه وهيرجع تاني هتشوف. يزن طلع سيجاره وقال بقولك ايه، ما تيجي نطير على اي مكان. نطير؟ تعالى انا عارف مكان زي الفل. طب بقولك ايه، ما تيجي نروح على بطه. بطه؟ بطه مين دي؟ البت اللي شفتها امبارح، شكلها هنا في هندسه بس في اولى او تانيه كده. يا عم سيبك من بط وخلينا في الوز الكبير، في ايه بقى ما تصحصح معايا. على رايك. يونس طول اليوم الدراسي وهو بيفكر في كلام ياسين ويزن، هو بيحب البنت دي بقاله 4 سنين ومش عارف يكلمها اي كلمه. يونس نفخ وقال وبعدين بقى اوافق على كلامهم ولا ايه؟ شكلي هضعف. وفي اخر اليوم يونس قرر انه يروح لياسين ويزن، دور عليهم في كل مكان، وكانوا اخيرا قاعدين في الكافيتيريا ومعاهم بنات كتير وعمالين يضحكوا. ويونس قال ياسين انا عايز اتكلم معاك انت ويزن. مش فاكرك ياض. ضحكوا البنات ويونس وشه احمر جدا وقال ايه مش فاكرني ازاي يعني، انا يونس صاحبك. لا لا مش واخد بالي، انت مين ياض؟ يونس عدا نضارته وقال طيب مفيش بقى بروجكت يلا. ياسين نط وقف جنبه وحط ايده على كتفه.
ايه يا عم انت قفوش كده ليه يا عم؟ ده انا بهزر معاك يا يويو، ايه ده بقى؟ انت مين؟ انا مش فاكرك ياض. شوف الزمن لما يدور. ماشي يا عم يونس، مقبولة منك. اوعى تكون فاكرني مؤدب. لا طبعا انا منحرف، بس مش لاقي اللي يوجهني. جيت بقى برجليك ليه المكان الصح. عايز تنحرف هتلاقي هنا كل حاجة، سجاير تلاقي، نسوان تلاقي. لا يا عم ستوب، اوعى تكمل، مش للدرجة دي. انا عايز بس اسراء تحبني. تحبك طبعا، وما تحبكش ليه يعني؟ ما تعرضهاش قوي كده بقى. اسكت اسكت انت خالص، هتبوظ الدنيا. بص بقى يا يونس، اول حاجة لازم تسمع كلامنا. اقعد ياض انت على جنب. اول حاجة تقلع ام النضارة دي. لا مش هعرف اشوف حاجة. البس لينسز. ايه انت عايز ابويا يقتلني؟ لا يا معلم، انت كده من اولها هتتعبنا معاك. افتح يا عم زراير القميص دي، انا بصراحة مخنوق لك قوي. افتح، محدش واخد منها حاجة. لا عيب، ما ينفعش كده. ايه عيب ايه يا اسطى؟ يا ابني مش قلتلك الواد ده هيتعبنا معاك؟ البروجكت يا يزن، اصبر بقى. اه صح. بص يا يونس، انت مش وحش. يونس ابتسم. ايه شكرا، بس مش حلو برضو. يونس كشر. يعني ايه مش حلو؟ يعني انا حلو ولا وحش بقى؟ سيبك من الواد ده، انت النهارده بعد الجامعه تيجي معانا عشان نشوف هنعمل ايه. اه وما تنساش برضو البروجكت. بص احنا هنخلي البت دي تقع في حبك، وانت زبطنا بقى. ماشي، والبروجكت يا عم؟ ما قلنا خلاص ماشي. اه ربنا يسامحنا على الجريمه اللي هنعملها دي. مش قوي كده يعني، ده انت رخم. ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى يونس هيعرف يغير من شكله ولا ايه اللي هيحصل؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.